بيج 8. ما لازم يا جماعة الحصة الجاية مش هينفع بقى نشتغل من غير تمضيت. ماشي يا مستر، هو محمود هيغيب النهارده عشان تعبان. انت تعبان؟ طيب. طيب ودومه؟ دوما؟ لا دوما مش تعبان، دوما نايم المفروض يصحى. طب اعمل له مش عارف، انا عمال اتصل بيه برضه مش طب خلي مامتك ترن على مامته كده. حاضر. complete the dialogue between Hani and Ahmed. أحمد ده who was on holiday in Aswan. فهو بيقول I haven't seen you for long. Where have you been? كنت فين؟ الإجابة الصح هي رؤى. رؤى. أيوة مستر، سامعني؟ ايوه سامعك كده. ها مستر مفيش صوت انا سامعيني يا جماعه؟ يقطع، مش عارفة ايوه مستر سامعك. صوت لا مستر، سامعيني حضرتك صوتك كويس. واضح. صوتي واضح يا رؤى؟ ممكن عندك مشكله. يبقى I have been to a I have been to Aswan. أقول كده يا جماعة I have been to أسوان معناها رحت أسوان وجيت. تمام؟ فقال له by air. It was wonderful. يلا يا يلدز لغاية ما رؤى تظبط المشكلة. هقول how much it took. هنقوله إيه؟ how long. how إيه؟ how يقول له باي اير قال له ات واز وندرفول. هقول له هاو يو جو. هاو ديد يو ترافل. هاو ديد يو ترافل. كيف سافرت؟ قال له ات توك 3 اورز. هنا ديت اللي هي هاو لونج. هاو لونج كمل يا حسين. هاو لونج ايه؟ ايه؟ ايوه بس معلش، بس الموبايل كان معلق. نعم. It took 3 hours. How long ايه؟ How long؟ كم المدة؟ بيقول لي 3 ساعات. How long How long you take؟ did لا how long did it take you. كما استغرق منك الوقت. خدت منك وقت قد ايه؟ كمل يا سمون. not there. did you ايوه did you ايه؟ نقوله يعني نقوله انت مثلا هناك شفت ايه؟ did you see؟ ممكن كذا حاجة، ممكن أقول did you enjoy؟ هل استمتعت هناك؟ فقال له أيوه، وبعد كده راح جاي شارح له. قال له ده أنا شفت كذا وشفت كذا، أو ممكن أقول له did you visit any places؟ هل زرت أي أماكن ولا قعدت مع أسرتك بس؟ تمام يعني؟ قال له I think it is a great wonderful project. للسؤال عن الرأي يا شباب بنقوله ايه؟ ها what about او لا مش what about، ده للاقتراح. what about يا محمد بنقوله what's your opinion. what is your opinion about it او تشكا project. فقال له ها I think it is a great, wonderful project. تمام؟ القطعة القطعة هي سهلة، بيقول لك إيه؟ Why do many tourists go to Alexandria؟ ليه؟ بيقول لك because it's not very hot there. آدي السبب. تاني سؤال بيقول لك Who do you think Andy is writing this email to and why؟
ممكن واحد يقول لك لاصحابه، يبقى واحد صديقه، يا اما تو ا فريند، يا اما تو ا ممبر ان ذا فاميلي، لفرد في الاسره. انا ما ينفعش اكتب تو ذا فاميلي او تو هيز فاميلي، ليه؟ لان هو الايميل بيبقى مبعوث لشخص واحد بس، تمام؟ فلو قلت تو ذا فاميلي، تو ذا فاميلي انا بعت لكل العيله الايميل ده، لا بعت لواحد من افراد الايه؟ الاسره، وليكن باباه اخوه امه كده. طب بيقول لك واي، طب هو السبب عمال يكلمه عن الكسندريه، يبقى تو تيل هيم اباوت الكسندريه. In the family. Sorry. يا صاحي انت يا ملعلع، يا صاحي يا ملعلع. ماشي ده، ايوه كده عاوزين ده محمد بقى بتاعنا ده، ده كده محمد سمون بدا يظهر، واخد باله ومركز. The word collapsed. Collapsed يعني انهار يا جماعه، انهار. طب انا عندي fall بمعنى يسقط، يبقى هو ده المعنى بتاعه. لو ما جابليش يا جماعه فول، يعني سوري، لو ما جابليش مينز، مينز معنى يعني يقصد بيها كذا، هيقول لي كده ده سينونيم. سينونيم اللي هو المرادف، المرادف يعني نفس المعنى. The underlined word it refers to the tourist information center. لو قريت القطعه. يلا حسين قال، يلا ممدوح، محمد ممدوح. مستر سامعني؟ ايوه سامعك كده. The Suez Canal runs through. Runs through. كمل كمان. There are، كل واحد هيقول اثنين يا جماعه. There are. There are attractive buildings in our cities. In our city. ماشي. It's really wonderful. ماشي. Three. يلا يا سمون قال، كله قال كده، نعيد الدور بقى من الاول. يلا يا البنات، يلا يا رؤى. كده صوت مظبوط انت؟ نمبر 3 ايه هتبقى راوند؟ انهي واحده؟ اللي هي الاولانيه. طب يعني ايه راوند 20 مليون؟ إيه لا اراوند صح. اراوند انهي واحده برضو؟ إيه الاخيره. الاخيره على بعضها. راوند قلنا يعني دائري. Around يبقى انا كده هجيب بعدها اسم زي ما قلنا المره اللي فاتت. Around shape، شكل دائري. قولي كمان. Aswan is famous for its ancient monuments. Monuments. Five. Yeldiz. On Friday. On Friday afternoons. On Friday afternoons. 6. I have tennis lessons at the sports center, not 9 a.m. Yes, 9 a.m. At okay. 9 a.m. تمام. يلا يا حسين. مع حضرتك يا مستر. اتفضل. محلولة ديت هي at محلولة. 8. هي ايه؟ اللي انت كنت هتحلها طلعت محلولة، هي at. تمام. مرزة. 8 بقى هات لي. In. ها؟ In afternoon. ماشي. I always go to the park not Saturday. On. ماشي. قول يا سمون. At the weekend. At the weekend. 11. Are you going to the museum? On Saturday. On Saturday. ماشي. الممدوح. معاك يا مستر. اتفضل. نمبر 12 صح؟ نمبر 13 يا محمد. 13. لا احنا ما قلناش 12، ثواني. ما قلناش 12. We have English، ها؟ We have English at. At 13. We walk to school, not at the morning، ها؟
In the morning. In the morning. تمام 14. مش كل الشباب قالوا كده؟ الشباب قالوا خلاص. يلا يا بنات. فادي goes shopping. رؤى تبقى in. In the afternoon. I live not small village. In برضو. In برضو. يلا يا يلدز. ها the weekend. هتكون on the weekend. At the weekend. At the weekend. حروف الجر دي يا جماعة مهمة جدا. يعني هي اليونت الجرامر كله على البريبوزيشنز دي. كمان واحدة on Saturdays I get up. I get at 7 a.m. At. ماشي يلا يا حسين. Not lunch time. حسين. افتح المايك. ايوه مش ايوه. رقم 18. انا حاسس انت حاطط فطار يا حسين وبتفطر فبتسرح مننا. لا والله يا مس. مش فطار؟ ولا اي حاجه لسه ما فطرتش اصلا. يعني يا ابني طب تعالى نفطروك والله. والله ماما ما عملت فطار النهارده فعادي يعني. قول يلا 18. ها. إن. لا. لانش تايم. ايه. At. لانش تايم. ماشي كمل. No, the afternoon. In. In. The afternoon. ماشي يلا يا سمون. Can you see all those boats on the lake? Can you see all those boats, تمام, on the lake? The park is very ثانية peaceful عشان هادئ. تمام. عشان قال only birds singing دي. أيوة هادئة peaceful. تمام. طيب يجي لي في جملة ريرايت ركز معايا كده يقول لي إيه؟ The park was noisy. ويجي يجيب لي كلمة noise. نحلها ازاي؟ ها مين عنده فكره؟ هي دي صفه ودي adverb يعني مستر كده؟ لا دي الصفه adjective. دي الصفه noisy. noise دي noun يا محمد. ها مين عارف؟ لسه ممكن تبقى the park was noise وخلاص؟ لا ما ينفعش. ازاي؟ was noise يبقى لازم المفروض noisy. was noisy صفة. بعد الفيرب تو بي عاوز الصفة. انما noise بص هجيبها بطريقة تانية يا جماعة. there was a lot of noise. a lot of يعني كثير من. دي الصفة خلاص. اهو. a lot of دي صفة. a lot of noise الكثير من. In the park. كان هناك الكثير من الضوضاء في المتنزه. صباحيا مباركة يا دوم. ولا دومة. نعم. صباح الخير. صباح النور. معلش ضايقنا حضرتك. لا لا. 22. يلا مين كان مين بيجاوب؟ أجاوب أنا؟ جاوب ها. Especially. 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 تمام. 23. There was a lot of. Traffic. Traffic. Thank you. كان الدور مع مين بقى يا جماعة برضه؟ هو تقريبا مثلا مع أنا مثلا محمد ممدوح. محمد. تفضل يا محمد. Monument. 24. نقرا الجملة يا محمد. The Sphinx at Giza is perhaps Egypt's most famous monument. Monument. تمام. طيب شايف كلمة monument ديت؟ شايف الجملة ديت؟ احفظها كويس. أنا عاوز بقى أستخدم كلمة monumental.
monumental. يا monumental دي مستر يعني أثرية. أثري آه أثري صفة بقى. شو هو السفينكس ده مومنتس مونيمنت؟ أوه. أنا عاوز أقول بقى مونيمنتال أثري. يبقى أنا هقول the sphinx. نقوله the sphinx was monumental. The sphinx is a monumental object أو statue. Statue اللي هو تمثال. Is a monumental statue at Giza. تمام؟ مفهوم يا جماعة؟ لازم أقول بقى a monument دي صفة فلازم أجيب لها اسم. سفينكس ده يعني مكان أو تمثال يبقى أوصفه كده a monumental ها statue. ماشي نكمل البنات بقى يلا تاني. طب مستر معلش ينفع نقول مثلا was monumental؟ لا ما ينفعش يا جماعة أقول was يعني إيه was monumental؟ is monumental ماشي. ماشي تمام ماشي اثري خلاص ماشي تمشي. يلا يا رؤى اخد بقى opposite is the opposite. تمام بعد كده next to is next to 27. يلا يا يلدز هتكون between between the sports center. نقرا يا يلدز لو سمحتي. The sports center is between the aquarium and the hospital. ودي كمان واحدة 28. ايه مش موجود ان مثلا ولا ايه؟ اه هي ما فيش ان يبقى هي ان ذا سيتي. صلح واحدة ان ذا سيتي. ماشي يلا يا الشباب يلا حسين. ما حضرتكم اتفضل. She likes watching fish. انا كوري. ما فيش ان. ان في الاول اهي. في ده انا رحت على الاجابات بتاعت الاول اللي قبلها. طيب. يبقى مش ان برضه. ات. ايه ده؟ فرق ما بين at وان مع الاماكن يا جماعه. انا اقول لك اعمل كذا في الحته كذا يبقى دي at. انما لو انا متواجد في المكان ده دلوقتي في المكان ده اقول ان داخله. يعني هنقول كده we take trains اقول in the train station ولا at the train station؟ ها شباب عشان بالداخل نقوله ان يا مستر. اه لما ابقى انا بقى جوه ساعتها اقول ان I am in the train station to take my A train. تمام تمام. 30 Judy goes to the sports center not the afternoon on Saturdays. يبقى ان هي ممكن يا مستر عشان اللي هو فترات اليوم زائد الايام ممكن تكون اون ولا ايه؟ ما هو بص انا جاب لي حاجتين اهو. ده جاب لي ان ذا افترنون ومعاه حرف جر لوحدها. وان ساترداي جاب لي حرف الجر لوحده. انما لو ساترداي افترنون هنقوله اون. لو مركبه يعني هنقوله اون. ماشي يلا دوما. To go to the bank, go straight on the On the left. يا راجل يا راجل. In the left. On the left. طب ما انا قلت on في الاول قلت لي يا راجل. انت قلت on؟ اه والله قلت لي يا راجل. اهلا مستر on. انت راجل وانا قلت لك حاجه؟ الراجل يعني معناه غلط. اه لا ما كانش قصدي كده. قول يا نجم. ماشي. The hospital is corner of the street opposite the police station. In the corner? At the corner. The corner. At the corner.
ماشي يلا مين سامون انا The geography teacher shows us where the Red Sea is located on the map. On the map. خلي بالك بقى من الحته دي. Located. نعم. هو سمون قال اصلا. لسه سمون ما قالش. هو مش المفروض يقول قبل دوما. لا. تمام ماشي. بص يا جماعه طالما قلت located وفي كلمه map اقول on. انما لو قال لي مثلا South Africa. هل هقول on South Africa؟ لا in South Africa. تمام؟ انما الخريطه بتاخد ماب يبقى دي on the map. كمل مين اللي معايا؟ انتوا بتلخبطوا انا يا مستر معاك ممدوح ها. As you want to reach the club go straight. اهد انهي واحده؟ الاولى. لا بي اي اللي هي كلمة على بعضها. تمام للأمان. كمل يا سمون. The students take place. Take لا يعني ايه take place ديت؟ take place يعني تحدث. زي happen. Take turns. اقرا كويس. To answer زي ما انتوا بتعملوا كده. You are taking turns. Take turns. Take turns. ماشي كمل. When I was young, I not tennis lesson twice a week. Talk. لا. يبياخد. Have. Had. ما هو had برضو معنى يا. كان لديه حصص. I have a lesson. أنت بتقول I have a lesson ولا I take a lesson. I have a lesson. I have a lesson. تمام. يلا الشباب كله قال كده صح؟ ماشي. يلا يا بنات. يلدز she's tired she has not many jobs since her parents left هتكون taken هتكون she has لا managers يبقى done jobs يبقى done do a job نكمل قولي كمان he has got the full marks in Arabic and English she is very good at them ماشي رؤى ايه هتبقى after لا look after يعني يعتني بي look after يعتني بي look like قصدي يشبه look like يشبه تمام هنا بقى دي اللي كنا بنقولوا عليها قولي يلا ها ان هنا located ايه ان ماشي كملي لا كده انت البنات قالوا ماشي يلا بينا يا شباب حسين حضرتك يا مستر اتفضل يا زهر When Ala was 10 years old, he was interested playing on playing تقريبا لا playing يجي معاه حرف interested يجي معاه حرف الجر ايه؟ هو ما فيش اصلا in يعني هنشيله واحده ونحطه مكانها in وتبقى هي ايه؟ in ده تصحيح mistakes بقى قول كمان يا سحس ها she lives دي she lives in Aswan in Aswan he gets up not 7 o'clock every day يلا يا ممدوح at 7 o'clock I met her on the bakers at the bakers book جدع جدع at the bakers طب ليه يا شباب مش ان انا المخبز ده مش مكان انا بزوره جوه فهنا قابلتها عند الحته الفلانيه at the bakers المخبز كمل لا قلت كده اتنين يلا يا سمون on Fridays on Fridays
ودي on برضو عشان Friday. ودي on برضو لا هي Friday evenings على بعضها ماشي. يلا دوما. ماشي أمسكر. He works in the farm. At the in the weekend. At the weekend. He goes to school. A good boy bus إذا سامي في A سامي on a bus on جدع في A طالما في فاصل بتتحول by لإما لإن يا إما on يا by بيجي الكلمة على طول طب أنا لقيت A لا يبقى أصبر بقى A يا إما إن سوري إن A يا إما إن يا إما on العربيات يا جماعة اللي لها بابين يعني اللوري مثلا هي عربيه ضخمه وكل حاجه ولكن هي في الاخر ليها بابين واحد بيقعد يمين واحد بيقعد شمال سواق واحد جنبه كل العربيات اللي هي حد بيقعد من على اليمين وحد بيقعد من على الشمال ديت بقول ان باقي المواصلات كلها اون باص بقى مترو ترام بوت بلين كل الكلام ده ايه لا ده بياخد اون تمام عندي طبعا بعض الكلمات المتشابهه في المعاني عندي كلمه بيفمنت يعني رصيف بس ده الرصيف بتاع الشارع انما انا عندي بلاتفورم ده اللي هو رصيف محطه محطه القطر بتركب منه وممكن بمعنى منصه يعني واحد بيطلع يخطب الرئيس بيتكلم من على حته معينه كده دي اسمها البلاتفورم تمام المنصه اللي هي الفضائيه ولا الكلام ده برضو اسمها ايه بلاتفورم وهكذا ماشي عندي كلمه جاليري وعندي اكسيبيشن جاليري برضو بمعنى معرض اكسيبيشن برضو بمعنى معرض ولكن الفرق ده معرض مؤقت لا جاليري ده مستمر يقول لك انا فاتح جاليري فاتح جاليري يعني ببيع فيه صور انما اكسبشن ده معرض مؤقت لعرض مشروع عرض نوع معين من الهوايات الكلام ده كله تمام نيجي بعد كده read the text بيقول لي خالد and فوزي هاي فوزي would you like to خدنا قبل كده would you like to ديت اللي هي I would like to مثلا دي قلنا بيجي بعدها دوما فعل مصدر تمام غير I like ديت أنا أحب بيبقى قدامنا اختيارين يا اما اجيب فيرب اي ان جي يا اما اجيب تو وفعل مصدر طب ايه الفرق ما بين ديت وديت لو انا بتكلم عن الهوايات عامه يبقى بقول اي لايك وفيرب اي ان جي بتكلم عن اختيار محدد للوقت ده بجيب تو الايه تو المصدر ازاي يعني انا عايز اقول لك بحب الرسم يبقى اي لايك بينتينج انما انا عايز اشرب قهوه دلوقتي معلش والله يبقى اي لايك ما اقولش drinking coffee لا I like to drink a coffee وجميع بقى الافعال اللي هي زي like نفس السياق برضه نفس الكلام كده يا اما like to يا اما like verb ing على حسب الاستخدام زي ايه؟ زي hate زي dislike ماشي يا ممدوح معاك يا مستر والله طيب تمام نيجي بعد كده بيقول لي ايه قال له would you like to see to come to the space exhibition tomorrow ما المعرض دهوت قال له yes please what time does it start ليه انا ما استخدمتش will مع ان المفروض ده المعرض ده بكره قال لك يا حبيبي لان جميع المواعيد انا بستخدم فيها البريزنت simple يعني مثلا الميعاد الطياره بكره يبقى اقول لك كده بكره الساعه 7 يبقى ذا بلين سوري
takes احط اس بقى takes off at 7. الطياره دي ما بتستناش حد، دي مواعيد ثابته يا جماعه، يبقى present simple. اقول لك الماتش بعد بكره الساعه 5، يبقى it is at 5 the day after tomorrow، بعد بكره. يبقى ده مستقبل ولكن مواعيد ثابته ما بتتغيرش، يبقى نجيبها بردك present simple. Yes please, what time does it start? It starts at 9:30. We are going by metro. ليه غير الكلام ل are going؟ مين عارف؟ ليه غير من ال present simple لل present continuous في الجملتين دول؟ عشان هو محدد قبلها؟ لأن ده بناء على ترتيبات. انا رتبت ان احنا هنروح بالمترو. هنروح ازاي يا جماعه؟ ها واحد قال المترو، واحد قال الترام، واحد قال هنمشي. لا، في الاخر اتفقوا والترتيب جهز خلاص ان هم هيروحوا بالمترو، يبقى وي ار جوينج باي مترو. طبعا لو شال باي وحط اون يبقى انا مضطر اقول اون ذا مترو. اون ذا مترو، ماشي. ويتش ترين شال وي جيت؟ انهي قطر؟ ما هو المترو ده ترينز على فكره. فقال له the first metro train معاد اهو برضه، قال له leaves at 8:20 and arrives at 8:30. قال له that's an hour, that's an hour، دي ساعة before the exhibition starts، قبل ما المعرض يبدأ. Perhaps we can leave later، ربما نغادر فيما ايه بعد. وهات لي كلمة later ديت نشوفها. أنا أصل الكلمة عندي أصلا اللي هو late. ليه ديت يعني متأخر؟ أنا ممكن أقولها كده، هي يا إما adjective يا جماعة صفة، يا إما adverb حال. إزاي؟ ما أقول لك كده he is late، دي كده وصف، يبقى دي صفة. لما أقول لك he comes late، لا ده هنا حال، هو يصل متأخرا، يبقى دي adverb. جميل. طب انا اجي اعرف الكلام الاقي مثلا ايه later، يعني ايه later كده؟ قال لك دي معناها فيما بعد. طب انا الميعاد مثلا 5، واحد جاء 5:05، يبقى كده ده وصفه ان هو late، تمام. طب واحد جه 5:10، لا اقول he came later، يعني ايه later؟ اكثر تأخيرا، يبقى دي في المقارنة. Later أكثر تأخيرا. طب واحد جه آخر واحد بقى هنقولها إزاي؟ He was the latest، هو كان الأخير. He was the latest. ماشي كده شباب؟ واضح ان الناس معانا. ماشي مع حضرتك كله يا مستر. ماشي معاك يا مستر. هنشوف نيجي بعد كده يقول لك ايه. وصلنا عند فين؟ perhaps we can leave later، دي اللي كنا عندها. ماشي. what time does the exhibition finish؟ برضه استخدم البريزنت سمبل اهو. امتى ينتهي؟ قال له it finishes at 2 p.m. الساعه 2. ماشي. اوكي، كان وي جيت ا ترين؟ طبعا هنا ده طلب اهو، انا بستاذن منك، احنا اصحاب يعني، فمش هقول كود. كان وي جيت ا ترين ان ذا افترنون تو جيت باك، عشان نرجع؟ قال له يس، في وان اهو، ذير از وان. There is one leaves at 1:15 p.m. and arrives at 1:25 p.m. Great. Let's take a that. Let's take that yet للإقتراح. I love traveling by train because it's interesting to look out of أنظر من the window شباك. In one journey. هو مش أنا يا جماعة بستخدم journey. أو trip أو expedition. المفروض بجيب قبلها on.
هقول لك on my journey في رحلتي. قال لك اه صح on my journey، انت راجل ممتاز. ايه بقى موضوع in one journey ديت؟ ها يعني ايه in one journey؟ في رحلة واحدة يا مستر ولا ايه؟ اه يعني اثناء رحلة بقى. لما اقول لك in one journey بيقول لك في الرحلة الواحدة، تمام؟ you can see، انت ممكن تشوف. فيريز، فيريز اللي هي العبارات، عبارات جمع، اللي هي المفرد منها فيري، فيري، تمام؟ طب انا دلوقتي شفت محمد سمون ماشي، عاوز اوصف الحاله دي، اقول لك كده I saw محمد، ها عايز اقول هو ماشي walking. طب مش عارف شفت مين وهو بيجري، يبقى I saw فلان running، تمام؟ انا سمعت فلانه بتزعق، يبقى I heard فلانه shouting. طالما فعلين ورا بعض بيحصل، انا شفت حد بيعمل حاجه، اجيب الفعل اللي بيتعمل ده ing. ماشي يا شباب؟ خدنا برضو look forward to. look forward to ديت بمعنى يتطلع الى، يجي بعدها ايه؟ verb ing look forward to. ماشي يا شباب؟ مثلا green valleys، green valleys وديان خضراء، جمع وادي. peaceful هادئ، villages قرى هادئة. and busy cities، busy cities مدن مزدحمة. trains are often fast and comfortable ومريحة. two أيضا Egypt had the oldest railway، هي عندها أقدم خط قطارات. More than 800 million passengers travel by train in Egypt every year on 5,000 kilometers of railway. I take the train when I visit my grandparents in Edfu. It's my favorite journey. دي رحلتي المفضلة. آخر قطعة النهاردة. Lots of people in Alexandria use the tram to travel around the city. It's a great way to travel. كلمة way هنا بمعنى ايه؟ طريق؟ لا طريقة؟ طريقة يعني ايه؟ في طرق للسفر، دي طريقة. انما انا غير كلمة بقى ايه on my way، في طريقي. On my way دي معناها في طريقي. لما اقول لك what is the way to، ما هو الطريق الى، اقول الجهة، تمام؟ يبقى كلمة way لها معنيين، يا اما طريق نمشي، يا اما طريقة اللي هي كيفية عمل حاجة.